ليلى؟ استنيتك كتير بالقهوة ما كنت تجي. أيمن قال لي بلاقيك هون. شو؟ ما بدك تقلي تفضلي؟ لا أنا كنت طالع والمكتب مكركب ما بيني قاعد فيه. إذا بتريدي. حدا بيستقبل حدا هيك بعد 30 سنة؟ انتي ليش رجعتي؟ الواحد بيقول الحمد لله على السلامة، مو ليش رجعتي؟ هذا وقت اللي بيكون المسافر مودع الناس قبل ما يسافر. عم بتلومني ليش ما ودعتك من 30 سنة؟ بالله شو رأيك انتي؟ يعني اتنين بيحبوا بعض وبليلة ما فيها ضوء قمر طب هم الحبيبة بتسافر، لا بتترك عنوان لا بتترك رقم تليفون، كيف متوقع استقبلك؟ كنت متوقع ارجع الاقي الدنيا والناس متغيرة، بس ما توقعت ابدا ارجع الاقي عمر الدالي لاقيه محكوت. انت اللي خليتيني هيك. شو كان بدك يعني ساوي؟ انت ما بتعرف قديش اهلي ضغطوا علي وقديش هددوني اذا بضل معك. عمر لوين رايح وتركني؟ انتي تركتيني قبل 30 سنة يا ست ليلى.